بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بنارة رزدار صلاة خدر السرواب دي بحث تابعية دي إن شاء الله والسر جيانا والراوسين ابتنبو قدا ونوسر برابخوا جوارجرين الصلاة هجري خریبیہ پیغمبر اسلامه خود سربن دلی سلیمان بن, دل بن عبدالملکی خلیفہ دولت امویہ صوت رابقاسته مدینہ پیغمبري کړ دابشته زیارته قبروی بشتی گشت یا مدینه خلک مدینه برفهات پښهوازیاوی ګرب خیرهاتنوی ګر کس نه ما بو پښهوازیا سلیماني نه درکته مالاخه ابتن ظلامکټنه ابجنس سلامه بن دینار سلامه بن دینار ینہ پښتې دشټیا مزګفت پیغمبر اسلامه خدای سربن او چوي اسلامتي پیغمبر اسلامه خدای سربن ال دیوانه رینشتخوار ګوت اوی دور برې تخا ګوتې ګلو ما کس نینا اجزانا مدینه صحابه دي تبن د به دیوانامه بوم بحثه خدای په تو بیرامب خدای تعالی بینتن د لټ ما یت جنگاری بین وکی کاچا وا آسان جنگارید بتن إنا جدنا بلاء، إيك هي تبيجني أبو حازم الأعرج، أبو حازم الأعرج. جد أوكيا جدي أبا نقلناه يه سلامت ابن ديناريا أبا إيك الشعبيت خودت علايا. عالمه زناة أهل مدينيه. فريكر ديفرا أبو حازم الأعرج رحمته خود السربة هاتا ديوانا جاس سليمان بن عبد الملك. سلیماني هر اشبير و ري و غوتې سيدا او چې هشکاټيه الگلمه خلک همي هات سرمدو ابتنيتو تينه غوتې من چ هشکاټيل ديال تنينه واشت خريب نبي ما چونکو نه استناست كم حتى وګو به اونتمن ناست كي ان سلیماني غوتې سيدا غوتې بلې غوتې د هندک په سياره اشتا كم هي ویت كم برسوامن بده غوتې کرامګ گوتی بو چی من مرن نوید بو چی ام حش مرن ناکی اینا ابو حازمی گوتی چونکی من دنیا آوا کرد و من آخرت کرا کاول و جا من نویدن ام اشکاولا، یعنی اش, اش آواهیا بچینه کاولا اینا سلیمانی گوتی موقف ما صباحی چی بتن برن خود تعالی سیدا گوتی عمل خواه عرض کر سر کتاب رب العالمینی دي موقف خو البرم برخدة على زاني. قت كيش آية السيدة قت أوضحن إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم قت السيدة فأين الرحمة الله؟ بقد لفان يا خدي قت الرحمة الله قريب من المحسنين يا نزيكي شاكو قنجو باشانه. قت السيدة عند شوا البرم برميزان الرّوستين صباحي الرجقي يمته. إن قت ساکنینامه او چونامه برابر میزانه و کی یامرو به باشه عمرو خراب مرو به باش د و سچ ته برابر میزانه اب کیف خوشی هر وکی کسک با بکش مالا خو درکابتن مدہ کی دریش کاد چواب عشق و محبت زبرتنوف ایاله خو و جنکا خو مالافه اواسا مرو به قانش دی زبرتاوا برابر میزانه دفر العالم عمرو خراب و کی وی عبدیا او نه ګهدار بو سیدې خو رجاب شق و مستو په نه هات یا درې خستن او جارکادي قید او زنجیر کړی اینا جارکادي دیوانه سيدوي تماممن رو و خرابجي یو یعنی نړۍ خرابکري د ملایکټ را کش نه برام ور میزنه و کی وی عبد خوشکو برایت عزیز په شتهغه اینا سليمان بن عبدالملکي ګته با سيدا امچو تعاملت غل مالی په کې مالی نړۍ ګته حقيه ور بګیرا وبدا خداني حقيي ويكي ايك اتنافخ كيدا بالافكا وقسمه بالسوية بي بين الناس ويكي ايك يعني اتناف كيدا دا [Speaker B غوتي سايده غوتي غوتي باش مروف كيشكن غوتي خدان مرواتو تاكوانا باشى يغوتي با مير مروف كيشكن مير ظالم ظلام كيشكن غوتي اوا ي الديوان الظالم كي بيجتن وخالك جيب طرصت. يعني او ظالم اوا يخالك جيب ترصد. غوتو حقي الديواناوي بيجي غوتې سيدا دعا کې دې اشهميا ابلستر اعتقابيل کړي غوتې دعام رو به قنج بوم رو به قنج پاشي غوتې سيدا باشتري صدقه کې اشکا غوتې فقير بي او بده فقيركي بلې پشتينې سرنا کېمنه پاشي غوتې سيدا به عقل ترين مروف کې اشکا غوتې يې به عقل او اوکول ديف هواي نفسه ظالمه کې چته به جو اخرته حدته اب دنياوي اخره تاخه ادتا ابدنیوی پاشی ګوتې سیدا ته بوچینای حوالی نیامه ناگی ګوتې از ازطرسم بم حوالی نیوتابکم پاشی دوباره خود تعالی من عذاب دتم جارکی سره دنیا ته حوالی نیوته او جارکی جی الاخرته دې صا من عذاب دتم پاشی ګوتې سیدا ته چه محتاجی حیا د تطابقته نم ابو حازمی خامط کړ او پاشی ج دوباره ګر ګوتې سیدا متا چه محتاجی نینن بو تطابقین بوتې بالی گوتي محتاج جاتشيا گوتي اسحسكت من إش عذاب جهنم بارزي ومن داخلي بهشت والله گوتي سيدا من اوا بيچ نابتن وافا من منينا اي گوتي با والله ماجي چور مناطب ثانينا او چدا خازي اج اس اشتا ناكم خوشك برايت عزيز انا سليمان پشتين گوتي سيدا دعاء بومن بك انا گوت ابو حازم گوت يا ربي هكار سليمان بن عبد الملك ايك شواليه تبتن يا, يا ربي بريوي بروي بدياريكا خيره الدنيا واخرتي وهكا شخوا سليمان بن عبد الملك ايكش دجمنة تبتن يا ربي بشتاوي باش تاوي باش وبلاوي اش خلقي وك زلامك الديوانا هر دوكا رينشتي بكربتو جلك وابين انا غوت ابو حازمي غوتي اوا تش باطلن باطل انت بيجي وافا تش اخفتنيت زفر وحشكن الديوانا خليفه دات بيجي إنا أبو حازم يقوله آخر يا باطلة ما تقولي نبي يا خود تعالى يا فرس كري حقيقي الديوانا باشا و مزن بيجن أو يا ظالم بيجن ما تقولي نبي يا خود تعالى بجدن لا تبيننهو يلا تبيننهو للناس ولا بو لازم هندياركن بوخالك إنا خليفة قتته راض بيجي قت سيداهش هش عزيل مبكى إنا ابو حازمی کوته اوا حکت او بی تو کو گهداریا نصیحت تبکی عوامن بوته کوتی بس هکه شات تو گهداریه نگی اس عیدی تیرا اپکیوانکی ناو جم بنک پهونه بهتن تیرا اپکیوانکی ناو جم بنک په و نه بدن اینا گته استدمسین دی سیدا هشتا وصیتا المبکی و نصیحتالمبکی اینا دیسا ابو حازمی کوته سلیمانی الویجهی نبی خود تعالی حسنه ک تلب بینتن بل كي لوجهبا او خود تعالى حسكي تا لي ببينت باشي اش ديوان كير الرابي وقاست مالكر مال زلاما كي درجه مالا بي قطه ودرجه فكر براحتي اوا يكش حرست سليمان بن عبد الملك يا تليسكي و وضاف ابو حازم انا ابو حازمي او تليس زير را جرك دي زفران دابا و دست حبيت ورقاك اينو قلمك و رسالك نفيسي او تدا يعني ديار كرو او گوت هكار اف باري تاوري كريم بومن هكار اواش بروين وان اخفتنا وان وعزونا سيحتا بن اويل بالتكرين غوتي گوشتي برازي حلالترا بومن اشوي تليسي زيرا هكاش خو ابا حقي مب بتش بيت المالي باشا تهندي في تليسي هميا دا تدايا يعني هاولات يد بصرمانة هميا كت كت تليسي زيرا الهميا دابش حتى بارامج مجمو بتا تليسيكي زيرا كوتي نخير گوتی پا الویچ اندیجی افتالیس زربومن حرامه انا گوتی جاره کې عبدالرحمن بن جریری گوته ابو حازمی گوتی سیدا تو ګلک جاره بحثه شکر اخدت اعلی دی د دې شی جاره کدی دوباره به ما بحثه شکر کی کا شکر چیه انا ابو حازمی گوته عبدالرحمن بن جریری گوتی شکر اخدت اعلی السر همی اندامت لشیما یا فرزر سرما ان بکین گوتی بو نمونه شکر چا وا اویه ګلګوا تا تشټک یعنی یقهنجیه او خیراب جواب ته خدید اعلان کوم دیارګه هکاشه خدات تشټکی خراب اب جواب ته خدید ستاره او وشيره او ګوهاجی هک تهب ګوید خو ګل قسا کا خیره بی بلافګه هک خو د هکاش خوته ګو هل تشټکی نخوش بی او ی شری بی او تشتي دله خدا وشيره او دیار نګ او دستاجی شکر دستا اویا ګوتی

بې کو اندامت لاشي وی کلاخی وی همي بشداریه تاسو شکر ادا کوئ کله وخت شکر خدا تعالی کوئ ماتلو وی وکي ماتالم رو وکي قاطی ته کی ګلکه ستیر حبت بلې زفستانه کتابرخه د جره سر او سقه ما زفستانه نه اته پاره ستن جره کی دخواس اشقایده بسرماناکر او جی شیره خپل ګرډ ول دور خو ستیر بد قستا میدان جهاد وکتن وخت چونه شر رومه غشت نه میدان جهاد ميدانا كا جالكا بار فرهايا بصرمانا كينيت خالويري فادان وداسها دست استراحة خاكرن نابينة كي يلبن خيفاتا خيري نشتيا سحكتي قائدة بصرمانا مسلمة مسلمة بن عبد الملك قستا ديوانا يا أبو حازم كير و يهاتي دابخو عندك بسيارة الديوان الريش تخواري قوتي أي أبو حازم قوتي بلي قوتي نصيحتك المبكى صباهي دي بتا الشر دا انت دا ناجح بین بسر کبین ادوی شرید اینا ابوس حازمی گوته اوی قایده بسرمان گوتی هکر تو حش باطلی بکی گوتی اهل نفاق و دری و ملاق دلتا کنبن و پشتی اینگه اوه بردن ات شریده و دشکی هکش خواه تو حش حقیه بکی گوته اهل خیری و قنجی دلتا کنبن اوه دی بنا پشتوان و هاری کار بوتا و دی بوانا بسر کبی خوشکو برایت عزیز وقت دامرتن إسرائيل ها دار حاوي كيشتن اول دیوان حتى آخر نفس اف قرآن دبارت كير ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله سيجعل لهم الرحمن ودا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا گوتي ادگل قرآن اوا ودا نفسا ويا دو ماه کش کلا خیوی در کد رح پیروز خاطر خوش کلا خیوی خواست و براو اسمانا خود تعالی پیش جوان به ورها وی مرو وی پیروز ان شاء الله دا رب العالمین کن اب رحمه خال گل کر بتن وی همی مریت بصرمانا و همی چاکو قنجت یا رب تمجی حشر رجا قیامت البرامبر بيعنبري صلوات خالص ربنا بنسن كيفايب ما بيتن وبدست خياب بيروز مبارك اش حاضر كابسرية آب دت مهامي بصرمنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.